يا حسين لبيك يا حسين يا حسين يا حسين تسابقون البذل والفداء الشيب والشبان والنساء صح الهوى وأنشد الولاء لبيك يا حسين ما تشاء حتى رأوك رجعت زينة لكن بيا حال يوم الأربعين رجعت قعدت يم لسان آخ يم الأخوة يم قبر الحسين يم قبر أبو فاضل بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم من منطلق ولي الله الأعظم الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عندما يظهر يقول يا أيها العالم إن جدي الحسين قتل عطشانا مظلومة وقال الإمام الصادق عليه السلام إن لقتل جدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا كل سنة يتجدد العهد مع صاحب الزمان ومع سيد مولاي أبا عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل نقيم مراسم الخدمة الحسينية في هذه العشرة الأولى من مراسم سيد الشهداء باستقبال المواكب مواكب الزنجيل ومواكب التطبير ومواكب التشابيه ونقيم مأدبة غداء ومأدبة عشاء ومع وجبة أفطار ريوق للعاملين تستمر الخدمة الحسينية لمدة 13 يوم إلى الدفنة لخدمة السيد الشهداء أبا عبد الله الحسين المشاركة الواسعة من أبناء المنطقة أبناء أهالي الجنينة اللي دائما سباقين في خدمة السيد الشهداء عليه السلام ولم تره منذ مات إلا تلك الليلة فقالت له بأبي أنت وأمي ما لي أراك صاحبا فقال لها لقد قتل ولدي الحسين وما زلت أحفر القبور له ولأصحابه يا حسين Thank you.
إنها أم البنين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. احنا صاحبين مواكب بخدمة الحسين، شعائرنا يا الحسين، الحسين ما عندنا غير الحسين، احنا شعائرنا الحسين، وإن شاء الله مواكبنا متكاملة كل سنة من 2003 لحد الآن قائمين احنا بشعائر الحسين. عندنا مواكب زنجيل، عندنا مواكب يطبرون، عندنا مواكب تشابيه، واحنا كلنا احنا على حب الحسن والحسين الشعب. وثانيا احنا نريد حب الوطن وحب الاهالي وحب الاخوه كلها، وان شاء الله احنا كلنا احنا شيعه وبلد واحد، ونتحد كون بقوه اهل البيت، نتحد على قلب واحد، لا واحد يفرقنا ولا واحد يدخل بياناتنا، احنا شيعه واحنا بخدمه اهل البيت وخدمه الوطن وبخدمه كل انسان شريف ويشتغل عدل للوطن. Thank you.
طبعا شعار الحسينية حقيقة هي ذكرى وتجمع الشعب العراقي بشكل خاص وتخلي يتوحد. طبعا كل شعوب العالم عندها تقاليد من الشرق إلى الغرب، وهذه شعار الحسينية الحقيقة تجمع الشعب العراقي. الفترة السابقة كانت ضعيفة لأنه بسبب الأمراض والمسألة كورونا، الآن نشوف تفاعل الشعب بشكل عام مع المراسيم الحسينية صار أكثر، لأنه كأنه تعوض الفترة اللي سبقت. طبعا نتمنى أنه هذه شعائر تجمع الشعب العراقي وتوحد كلمته بما في مصلحة البلد وفائدة البلد، وتوجهه إلى التقدم والنجاح إن شاء الله. لبيك يا حسين يا حسين يا حسين، لبيك يا حسين يا حسين يا حسين، تسابقوا للبذل والفداء الشيب والشبان والنساء، صح الهوى وأنشد الولاء، لبيك يا حسين ما تشاء، تراءوا الجنان رأي عين يا حسين يا حسين، لبيك يا حسين يا حسين يا حسين، لبيك يا حسين يا حسين يا حسين، لبيك يا حسين يا حسين يا حسين، تسابقوا للبذل والفداء الشيب والشبان والنساء، صح الهوى وأنشد الولاء، لبيك يا حسين ما تشاء، حتى رأوا الجنان رأي عين يا حسين يا حسين، لبيك يا حسين يا حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اليوم من منطلق الإمام الحسين عليه السلام، لازم من هذا مبغ عزاء الإمام الحسين علينا بالتوحد، أيدي فوق أيدي من أجل شيعة أمير المؤمنين ولبناء البلد وبناء المؤسسات. ومن منطلق الإمام الحسين، الإمام الحسين مدرسة، ولازم نتعلم من عدها الفداء والأخلاق والعقيدة والتضحية، ومن أجل العراقيين، لأن العراق بلد التضحيات، لأن مات فيه الإمام الحسين، الإمام الحسين وأخيه أبا الفضل العباس، واستشهدوا في كربلاء. من هذا المنطلق لازم أن نتوحد ونبني العراق تحت راية الإمام الحسين. مضيف أنصار الحسين في منطقة حي الأندلس دائما يومية من بعد صلاة المغرب يوزع المرطبات والعشاء، ونستقبل المواكب الحسينية. والله صراحة من كانت أيام كورونا كنا يعني نلبس شفوف ونلبس كمامات، كنا جدا متأذين، المواكب قليلة وكانت الخدمات صعب أن الإنسان يطلع، تخاف الناس تخوف من المرض، والحمد لله الآن سبحان الله المواكب رجعت أقوى من أول، وإن شاء الله الحسين يوحدنا. تسابقوا للبذل والفداء الشيب والشبان والنساء، صح الهوى وأنشد الولاء، لبيك يا حسين ما تشاء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تجديدا منا للعهد والولاء لسيدنا مولانا صاحب العصر والزمان بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وآل بيته الأطهار
ومساهمة منا وإثباتا منا لحب الحسين الراسخ والمتجدد سنة بعد أخرى. نحن عشاق الحسين وخاصة أهل الجنوب، أهل البصرة، البصرة المعطاءة دائما بحب الحسين، بخدمة الحسين، بالتضحية من أجل الحسين، بالتضحية من أجل بلد الحسين. العراق بلد الأنبياء وبلد الأئمة، بلد الأطهار، بلد الشهادة. فنسأل من الله العلي القدير وبحق الإمام الحسين وظليمة الإمام الحسين ومصيبة الإمام الحسين أن يجعلنا عراق موحد مستقر آمن. اللهم بحق الحسين، أعيدها، بحق الحسين أن يلم شمل العراقيين شيعة وسنة، كذلك أكو سنة عشاقا للحسين، احنا نعرف سنة عشاق للحسين. اللهم بحق الإمام الحسين أعبر هذا البلد بحب الإمام الحسين. نتمنى من جميع أخوتنا، جميع الفرقاء العراقيين من جميع المذاهب، من جميع الأطياف، من جميع الانتماءات، أن نتوحد، نتكاتف بحب الحسين، أن نكون صفا واحدا منيعا بوجه أعداء الحسين وأعداء الدين والمذهب. It's hard to know.
في هذه المناسبة العظيمة في ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام، هذه الفاجعة التي ألمت بالأمة الإسلامية جمعاء، الإمام الحسين حقيقة وحدنا، الإمام الحسين جعلنا متكاتفين. ماذا يريد منا الإمام الحسين أكثر؟ يريد منا أن نبني العراق، يريد منا أن نتوحد تحت هذه الراية، يريد منا أن نكون أقوياء أشداء، أن نبني هذا البلد المهدم. الأنقاض التي مرت حقيقة هي لا زالت موجودة، ولكن بسواعد كل الطيبين وكل الخيرين إن شاء الله تعالى سوف يرجع العراق عراقا قويا بسواعد أبنائه البررة. موكب قادة النصر، هذا الموكب الذي دأب الأخوة في منظمة بدر البصرة الإشراف عليه والمتابعة لإقامة المراسيم الحسينية وكذلك التوجيهات والإرشادات، وهذا جزء من المبادئ التي نقوم بها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذا الوضع بشكل عام، وأن يحفظ العراق إن شاء الله تعالى، وأن تكون حقيقة راية المرجعية لا زالت خفاقة، وإن شاء الله تعالى سوف نكون جنودا أوفياء لخدمة هذا البلد العزيز. نحن جنودا لهذا البلد ولحماية هذا البلد ومدافعين عن هذا البلد، ونبقى إن شاء الله تعالى لآخر العمر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمر المرجعية وأن يجعلها خيمة على العراق، ونسأل الجميع إن شاء الله تعالى أن تكون هذه الخيمة شاملة لكل العراقيين الشرفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جاء محرم الحرام في هذه السنة مختلفا عن السنوات السابقة، نحن في عصر الفتن والبلاء والوباء، ونتمنى في هذه الأيام العاشورائية أن نتوحد، والإمام الحسين هو الجامع لنا. نحن جميعا أبناء خط الإمام الحسين عليه السلام، ونصبنا مواكبنا ونكون يد واحدة، وعلينا أن نرجع إلى المرجعية الرشيدة ونتوحد ولا خلافات فيما بيننا. نحن في موكب عزاء قادة النصر، كذلك موكب الأخوة المسيحيين، موكب عيسى بن مريم. هذا الشارع شارع الطويسة، شارع اللجنة الأولمبية، يحتوي على جميع مواكب محافظة البصرة. لا فرق بيننا، نحن جميعا أبناء الإمام الحسين عليه السلام،
الإمام الحسين يوحدنا، ونحن جميعا ضحينا من أجل بقاء الأربعينية وبقاء الإحياء عاشوراء. فإن شاء الله ماكو فرق، وفي أسرع وقت يتوحدون إخواننا السياسيين ويشكلون حكومة تلبي طموحات الشارع، تخدم المجتمع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعزي الإمام المهدي عجل الله فرجه والمراجع العظام والأمة الإسلامية جمعاء في ذكرى استشهاد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين. كما توصف الشعائر الحسينية، هاي ذكرى عظيمة للأمة الإسلامية جمعاء، ذكرى استشهاد سيدي ومولاي أبا عبد الله الحسين والأمة جمعاء، ذكرى أليمة لاستشهاد سيدي ومولاي أبا عبد الله. تعرف تجمع جميع الأطياف في العراق والعالم الإسلامي جمعاء، ذكرى أليمة ذكرى استشهاد سيدي ومولاي، تجمع كل الأطياف في العراق للتوحيد على ثورة مبدأ الحسين اللي انطلق من عدها، اللي نصرة إلى دماء المظلومين ونصرة إلى دماء الحق والأمر بالمعروف، كما تشاهد اليوم المواكب الحسينية والشعائر الحسينية، كما تشاهدت في السنين السابقة اللي هي ذكرى بالسنين اللي أيام الإصابات في كورونا، كان قليل من العدد من المواكب الحسينية، كما تشاهد بالآلاف بالملايين اليوم المواكب الحسينية والمعزين القادمين داخل العراق ومن خارج العراق إلى آتين إلى الزيارات والعتبات المقدسة، يدل نعم يدل على تعطش موجود من الشيعة ومن أخواننا الطوائف المسيح والصابئة واليزيديين وكافة الأطياف العراقية، وهذه هنا نصرة إلى ثورة الإمام الحسين. نطلب من أخواننا الإسلام والمسلمين جمعاء المؤمنين والمؤمنات العراقيين جميعا بالتوحد بالصف ونبذ الخلاف ونبذ العنف ونبذ الدماء التي تسيل وإراقة الدماء بصورة عامة بالتوحد على مبدأ ثورة الحسين. Ha ha ha!
يم قوم ونطيح احتاج لحظة شاب نقول على علي مولاي كاسر ظهر فرقه احتاج لحظة شاب نقول وياك وياك على علي يكفي انفذ وعين سهلة السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى زينب وصاحب الكفين أبو الفضل العباس. مرحبا بموكب أنصار الزهراء، أنصار ونعم الأنصار، حياكم الله. حيا الله موكب أنصار الزهراء عليها السلام، البصرة منطقة الجمهورية. سبعة من أولاد الحسن الذكور كلهم جاء بهم الإمام الحسين معه إلى أرض كربلاء. سورنا اللي مؤرخ اللي ربما البعض يضحف يقول صاحب كتاب ناسخ التواريخ يقول 20 بين ذكر وأنثى. سورنا وين؟ وين 360 250؟ هذا كله في الحقيقة نوع من غلام غلامة الإمام الحسن. وين هاي 25 حجة ماشيين على قدميك؟ كأن الإمام ما عنده شغل بس يتزوج وظل. وين الفترة اللي قضاها مع أبيه مع جده إلى آخره؟ على كل هذه من غلامة الإمام اللي جاءوا مع الإمام الحسين من أولاد الحسن كلهم اشتركوا في يوم عاشوراء. يعني الإمام الحسن بكله قد اشترك في واقعة الطف، وكان من جملة من برز أحمد بن الحسن عمره 16 سنة وجهه كفلقة القمر، ارتجز قتل من الأعداء مقتلة، رجع إلى عمه الحسين وهو يقول يا عم العطش قد قتلني ثقل الحديد أجهدني. قال له الحسين ولدي اصبر ما اسرع ما تلقى جدك الرسول فيسقيك بكأسه وبيده شربة لا تظما بعدها ابدا. ودع عمك وانطلق مره اخرى للميدان قاتل حتى استشهد سلام الله عليه. وحتى الصغير منهم صاحب غيره صاحب شجاعه عبد الله الاصغر قد عمره 11 سنه لما عرف ان عمه الحسين نعم اصيب بذلك السهم المثلث الذي استخرجه من قفاه وخر من على ظهر جوانه وبقي على ارض كربلاء غيرته خرجت ارادت ان تمسك به عمته الحوراء زينب فافلت منها. الامام الحسين قال امسكيه لكن أفلت منها وأقبل إلى عمه الحسين وهو على تلك الحالة شاف واحد من الأعداء جاء سيف يريد يضرب ويحك أتضرب عمي الحسين؟ فتلقى الضربة بيده فأطلها إلى المرفق. صاحب عمه جذبه إلى صدره الإمام الحسين بلا أثناء وهو على صدر عمه رماه أحدهم بسهم فقتله على صدر عمه. رفع الإمام الحسين في تلك الحال قال اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا يقاتلوننا، اللهم امنحهم بركات السماء، اللهم فرقهم تفريقا مزقهم تمزيقا، لا ترضي الولاك عنهم أبدا، إلى آخر دعاء الإمام. يا حلال عيونك بسمة إلي
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة بالإضافة إلى أيام عاشوراء هو استذكار حزين واستذكار لمأساة آل الرسول عليه الصلاة والسلام باستشهاد الإمام الحسين أهل بيته وأصحابه النجباء، لكن الحقيقة هي فرصة للوحدة وفرصة للاستذكار والوقوف على الشرائع السماوية الحقة التي من خلالها استشهد الإمام الحسين. هذه الشرائع السماوية الحقة التي شرعها الشارع المقدس هي الحقيقة مدعاة بناء المجتمعات، وبالتالي نرى اليوم من خلال هذه النشاطات بناء المجتمعات يكون على الشباب، وبالتالي نرى كثير من خلال لربما السنوات العشرين الأخيرة في مناسبة عاشوراء نرى دينمو ومحرك هذه النشاطات المجتمعية والشعبية هم الشباب، وبالتالي على الشباب الحقيقة البحث والتحري والوقوف على أهداف الإمام الحسين. الإمام الحسين كان قائد وكان ملك ديني وليس ملك أو قائد سياسي دنيوي يبحث عن السلطة، وبالتالي خروجه هو لتصحيح المسار. نرى اليوم الحقيقة في وضعنا هذا الحقيقة بعد تلاطم أمواج العلمانية والكفر والإلحاد والمغريات من دول الاستكبار، نرى الحقيقة ثبوت ووقوف أبناء مجتمعنا وخصوصا مجتمع جنوب العراق، منها جنوب إيران، جنوب العراق، جنوب لبنان، للثبات على مبدأ وأهداف ورسالة الرسول عليه الصلاة والسلام التي ضحى من خلالها الإمام الحسين. ونرى أيضا هذه الأيام بعد سنة لربما من تلاطم الأمواج السياسية في العراق هي فرصة الحقيقة. دم الإمام الحسين يجب أن يجمعنا، دم الإمام الحسين يجب أن يوحد أفكارنا وأهدافنا لتكون لنا خارطة الطريق لبناء العراق وتوحد والتكاتف جميع الحقيقة، ليس فقط المذهب الشيعي وإنما جميع المذاهب وطوائف في العراق الحبيب، لغرض إيجاد العراق بمكانته الأصلية الذي هو محرك ودينه الشرق الأوسط، ويجب أن يعود إلى مكانته الحقيقية من خلال أبنائه، من خلال التكاتف الحقيقة والعمل الجاد لبنائه من خلال هذه النشاطات والفعاليات. أطفالك الباقين منذ وعدتهم أحلامهم ظلت إليك مؤجلة، أنت الذي حتما أشبهه به، مع أن ضربت عن الأخوة أمثلة، الكل منهمك بوصفك، منذ أن أثنى عليك الستر يشكر كافرا،
حصلت غيرة شهم دارت رحاها وصوتك كر وكر انشل وعيهم ما يعرفونك حلم لو هاي نبلة قوس لو يهوى مر انشل وعيهم ما يعرفونك حلم لو هاي نبلة قوس لو يهوى مر مترهي قلبك هم فد شي مو مهم ما جنك الطرواد من خير هالشر بالصوب الاخر قاعد تصد الزلم بالصوب الاخر قاعد تصد الزلم ليك وحركته اللي عبر يجر روحك مثل اللي حاضر من جرح لا يلجم وانت تصور الحاله القاعد فوق صدر حسين بقماط الرضيع محزم اشكاله وما بي نفس يا الذباح صحناله مشي مشي خطوط القلب نوقف عدل ونطيح مشي خطوط القلب نوقف عدل ونطيح هيك بخوف كل احنا انتقلنا له وعند قبالنا الذباح رد مرتين قص راسه ورجع ظل يذبح خياله القلق عد عمتي مثل الشايل الغرقان بس يفلت من ايده يصير كتاله بيش يجلب المجدوف فوق النور بيش يجلب المجدوف فوق النور او يا ناقة تميل يطيح حسباله المصبر البدو عالصحراء راس البير وراس حسين كان مصبر عياله ثمر كبه وقعد قدام ابو اليمه المقرر افتتاح المعركه باسمه استاذن للحرب وانطى اشاره وقام قد ما مختنق ما طلعت الكلمه باوع على وليده ويدري بيه عطشان فطر بشفاقه ضايف لون للبسمه باوع على وليده وصاح اخ الماي من يطشر على القاع شيل امه باوع على وليده بقلبه يحكي وياه يقل الدمعة تحكي البخت والذمة ما تنعز على الله شما عزيز تكون رغم فقد الابن للوالد يثلمه يريد يروح لكن ما يريد يروح دمعة برمش عينه وعينه بقلبه يحكي وياه يقل الدمعة تحكي البخت والذمة ما تنعز على الله شما عزيز تكون رغم فقد الابن للوالد يثلم يريد يروح لكن ما يريد يروح دمعة برمش عينه وعينه مبتسمة ورد باوع وليده وباوع العباس أنا زينب أنا زينب إني عقيلة حيدرة اليوم لست أسيرة بل آسرة بدمي شموخ لا يزال مزمجرا لم أنحني لن أنحني وبإخوتي متفاخرة نصبت في طف الكرامة قائدا سيفي لساني في الخطابة باترة جيشي رؤوس النور أسرجت القنا من كربلا جاءت لقصرك ثائرة يزيد الروس جنك شوف لك ملبد عفنا الخيل قمنا على الرمح نصعد الرقب مول القلايد باب للتاريخ نهر حسين يزيد الروس جنك شوف لك ملبد عفنا الخيل قمنا على الرمح نصعد الرقب مول القلايد باب للتاريخ نهر حسين ثورة برمح ما ينسد يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين